fucking truck. طيب يا اللي بره، طيب انا جاي معلم عواد. خير يا معلم عواد؟ في ايه؟ لتاوة. لتاوة كده في انتصار الليالي. ايوه يا اخويا، في انتصار الليالي وفي اي وقت. لا حول ولا قوة الا بالله. هو جرى ايه في الدنيا يا ناس؟ لو مش عاجبك تعالى معايا عند المعلم عزمي وقول له انك مش عايز تدفع. لا هدفع. جدع فينا رجاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بيت يا سعدية. حاضر. انت يا بيت؟ ما انا جاية اهو. روحي صحي سيدك حسن، هيتأخر على فتح الدكان. سيدي حسن هو والست نورة خرجوا من الفجرية. خرجوا راحوا فين؟ يا رب تجيب العواقف سليمة يا رب. بس انت هتلاقي على اخوانك يا بنت. ما هو اللي جاي يخطف الدواء اللي يترازل عليكي هياخدك على اخوانك وهيكسر دماغك كمان. عمري ما هعرف احطب زيك يابا. انا مش عايزك تبقي زيي، انا عايزك تبقي احسن مني. هي امي الله يرحمها كانت بتعرف تحطب النبوت؟ امك كانت بتعرف تطبخ وبس، دي ما كانتش بتعتب بره باب البيت. بس انا عايزك تتعلمي تدافع عن نفسك يا نورة. طب لعلمك بقى انا ما فيش حد يجرؤ يهوبلي، ده انا بنت حسن الجبالي. وبعدين انا الست وداده البلانه قالت لي
ان البنات الحلوين اللي زي يعني لما بيكبروا كده بيتزوقوا ويتزينوا وبس، مش بيضربوا بعض بالنبابيت يا ابو علي. ولاد قالت كده؟ اه. حلو قوي، خليكي قاعده بقى في البيت وما تخرجيش منه. لا لا خلاص خلاص. طب ايه اقول لك بقى؟ ان انا هتمرن لحد ما افتوت الجماليه كلها. هو في فتوه حلو زي القمر كده؟ يلا يلا عشان ما تاخرش على الكتاب. ما بلاش الكتاب ده يابا، دول كلهم بيبقوا عيال وانا الوحيده اللي كبيره اللي فيهم. بلاش الكتاب يا بنت، ده انا ما صدقت الشيخ عبد القادر يوافق ياخدك وانت كبيره كده. يلا يلا مش عايزين نتاخر على الشيخ. يلا هاتي الأولى دي. بعدين العالم حلوة بنت نورة، الفرق بين البني آدم والبقرة إيه؟ ما يلا بقى اتفرجينا على الفستان. بقولك إيه، الفستان ده كان متفصل لأميرة، بس أنا قلت لهم يعني هي الست ليل أقل من الأميرة؟ ده أنت حتى ست الجمالية كلها على سن ورمح. يا وليا هو كل فستان هتجيبيها تقولي كان متفصل لأميرة؟ الفستان عليك زي العسل، فرجيني كده ما شاء الله هينطق عليكي. بقولك ايه يا وداد؟ آه. هي اسمها ايه الاميره دي؟ اسمها ايه الاميره؟ اه اسمها ايه الاميره؟ فاطمه. يا وليه كدابه، بقى في اميره اسمها فاطمه؟ بقولك ايه، زي القمر في الفستان، بسم الله ما شاء الله، رقتك من عيني الاول ومن عين اي حد يبص لك وما يقولش ما شاء الله. خلاص هاخده، مع انك عارفه ان اعمل احلى منه. آه. بس مش هكسفك، بس بقى عايزاكي تعدي على بيوت الجماليه كلهم تقول لهم الفستان ده كان متفصل لاميره بس طلع على ليل احلى فخدته وخلاص. ما هي دي الحقيقه، كان متفصل لاميره. وبعدين ده انت ست القمرة، ده انت اجمل بنوته في الحته كلها في الجماليه. كفايه ذوقك وكرمك. بقولك ايه، يلا بقى عشان اشوف لك الودع واقولك على المستخبي. انت يا ولية ما بتزهقيش من الودع ده؟ لا بقولك ايه، انا حلمت المره دي ان انا بشوف لك الودع وبيتحقق. لا والنبي. اه بس انت ايه، وبنيه صافيه وقلب سليم والسكه كلها هتتفتح قدامك. ماشي يا اختي، خلينا انا ماشي وراكي ورا الودع. يفتح عليك ضفتين، العرض عرضين. قولي امين. امين يا رب. وشوشي. اتفضل يا معلم. اتفضل يا سيد المعلمين. لا اعمل لي شويه بن. حاضر تحت امرك. صباح الخير يا معلم عزم. خد عوض. عمر يا معلم. بره. ايه اللي شلفت وشك كده؟ ها؟ شفنا المسطول في غلام
في شبه منك، شكله هيكون ابن بطنك. يا سلام يا اختي، ده زي كده بالظبط لما قلتيلي شايفاكي قاعده على الشمس وماسكه القمر بايديكي. زي ما بقولك كده، زي ما بقولك. مين بس يا ولاد؟ ما انت عارفه يا اختي الودع هو اللي بيقول الكلام ده مش انا. استني بقى استني. الله، حصان، ده في حصان قدام اهو يا اختي. ما شاء الله عليه شاب زي الفل، وراكب فوق ظهر الحصان. الله الله، مفتوح ان شاء الله. يا دنيل يا دن النصيبه. نسيبها تاخدك يا شيخه. نسيبت ايه؟ في تعبان قدامي، في تعبان عايز يسمك اهو. استني. بسم الله، خير خير يا رب. ايوه خير. اكشفوا لنا اكشفوا لنا بينوا لنا. الجدع اللي راكب فوق ظهر الحصان هو ده اللي هينجيكي منه، وهو ده اللي هيتجوزك اهو. عوف يا سليل، لقيتوها شكر موجوده في حينه البت عفاف اللي بين السورين. يبقى احنا لازم نروح لها. يلا يا معلم عشان تلحق المظلمه. صباح الخير يا استاذ حسن. صباح الفل يا سيد افندي. حسن بارك ابدا حاج بكر. حسن تحويجة ام حسن. يا حسن تسلم يا حاج شهيد، هبعت لك حد من تكمل الفلوس. بقول لك ايه، بنلم نقطه الواد حنوه بس كده. عينيا. اتفضل. تشكر. نهارك ابيض يا حاج سعد. يا حسن ازيك؟ عقبال عندك بنلم نقود حنوقه. انا نقودي يا حسن هتكون شويه خزين في البيت. ابرك من الفلوس. تعيش يا حاج. الف مبروك يا حسن. وانا حنوقه. حسن ساب الدكان وقعد تحلق ياض. ما انا فرح النهارده بقى يا اسطى. ماشي يا سيدي، مبروك ياض. الله يبارك فيك. بعد ما تخلص بعدي على الدكان عشان تاخد نقطة الحارة. الله ربنا يخليك ليا يا اسطى حسن. ايه بيض، انت هو الصغير ايه؟ مش عاوز العيان يحلق لك دقنك يا حسن؟ شوف ايه، انت لو اخر حلقه في المحروسه عمري ما هاجي لك تاني ابدا بعد اللي عملته في دقني اخر مره. يا راجل ده انت خليتها عامله زي حزمه البقدونس. طب اديني فرصه ثانيه. عامل لك شويه بقدونس يا دي حلوه. لقيتك يا حسن يا ابن حريه من كل عين رضيه. شفتك ولا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. لقيتك يا ابن الجبال استوة الطيبين. الله يرحمه، ادعي له. ألف رحمة ونور عليك. يسعد صباحك يا أبو جميلة. صباح الفل يا حسن. تبي طلعت 2 كيلو للحاجة فوق. أحلى حاجة للحاجة. مفيش مشمش. لا ده مش أوانه يا حسن. أول ما يطلع انت اول واحد هتحلي بقك منه. تعيش يا ست الكل. الله يخليك يا حاج. يا مؤاخذه يا حاج. يلا ايوه رساها كده فوق عندك كده. نهارك ابيض يا حاج مرزوق. نهارك فل يا حسن. عقبال عندك بنلم نقود حنوقه عشان دخلته النهارده. وحياتك يا غالي، كنت محضرهم وسبتهم جوه وبعدين ما لقيتهمش. معلش يا حسن. لا اله الا الله. هو انت ما حرمتش يا حاج لما حضرت نقوط المرتين اللي فاتوا وسبتهم وضاعوا برضه؟ ما تغير يا حاج. قصدك ايه يا حسن؟ قصدي يعني غير المكان اللي بتحط فيه الفلوس عشان ما تضيعش منك زي كل مره. ها رجالتنا، المشكله اتحلت خلاص والنفوس هديت. ابن حلال والله، لسه جايبين في سيرتك. لأجل جايتك ده يا أستاذ حسن على دماغي من فوق، مفيش مشكلة. تشكر يا زوق. عموما هي كانت ساعة شيطان وراحت لحالها. لو احتجتوا أيها حاجة أنا دكانتي مفتوح عليكم. ربنا يبارك لنا فيك يا أستاذ حسن، ما حرمناش منك. بإذن رجالة. ألف سلامة يا رب. ألف سلامة يا أستاذ حسن.
ده بيقول لك اداهم حته دين علقه. ربنا يكرمه ربنا يكرمه. ده اللي طول عليه صحيح فتوه الغلابه مش بتاع الاعيان. في حاجه يا رجاله؟ فتوه المتلتم تعرفه؟ شش. ايه المتلتم ده يا اخي؟ بقول لك ايه، ده سميه فتوه الجدعنه، فتوه الغلابه، انما المتلتم مفيش حاجه اسمها متلتم خالص. اتلتم وركب حصانه ولم الاتاوات اللي خدوها مننا قوه واستقدار ورجعها لكل واحد. معقوله؟ طب هو حد شافه ولا ده كلام بيتقال؟ الناس شافوه الفجريه راجل والله، ده ربنا بعته لنا عشان يقف ضد الفتوه ورجالتهم اللي بيعملوا فينا. بقول لك يا حسن، انت جالك فلوس؟ لا انا ما جاليش حاجه، ما انت عارف انا بنام بدري. بالاذن بقى عشان الحق الدكان. ربنا يستر طريقك. سلام ابو علي. يكونش من كسر الفتوات. يعني ايه الفلوس اتسرقت يا عوام؟ انت قيط لك قريب. والله العظيم يا معلم زي ما قلت لك، المتلتم هو اللي عمل فينا كده وخد الفلوس وجري وضربنا انا والرجاله. جور ما يصحش كده يا معلم، مش هتضرب الرجاله قدامي. يبقى طاير وشك يا معلم. علاف انت واللي شدد لك. يبقى بغر عنده لفرق من شويه نسوان. يلا بقى عشان نلحق المعلم. يلا مظلمه هتفوتنا. يلا اخويا حاسب اخويا خلي بالك. المعلم صابر ابو جديد بتوة الجماليه. في زفة في الحارة جاية من بين السورين وطالبة الإذن يا معلم. آه زفة الواد حلوة صبي حسن. بعد شوية هخرج أقابل الفتوات اللي معاه بحضر لهم المضيفة. وأدان كان عنده مظلمة وأنا سمعتها.
امبارح وقت صلاه العشاء في واحد وقف في وسط الجامع ودعا عليا. مين كان هناك ساعتها؟ أنا مش هأذيه ولا هأذي اللي هيقول، أنا بس عايز أعرف كان بيدعي عليا ليه. ده واحد متدروش من العربجية. أنا بسأل الناس يا فرج. مين سمعه؟ ايه؟ محدش كان في الجامع وقت صلاة العشاء ولا ايه؟ انا كنت هناك يا معلم وسمعته. انت مين؟ انا الشيخ مبروك، جايزكم في الجمالية جديد ومستني التعيين من دار عموم الاوقاف، وكنت جاي ابلغك. نورت يا شيخ مبروك. كان بيدي عليا ليه؟ هو الشيخ الجديد هعرف منين؟ وهو لسه ما استلمش شغله. فرج، تعرف ايه عن الموضوع ده؟ الليله هيكون عندك يا معلم. خلاص يا معلم، هنجيبه ونحل له مشكلته. حد عنده مظلمه تاني؟ الاسبوع اللي جاي اللي عنده مظلمة يجري المعلم صابر ابو جديد فتوة الجمالية. المظلمة اتفضت. وانا هتأكد منين؟ هما بيقولوا ان هي، بس يعني انت هتعرفيها ازاي يا استليل؟ ده انت اخر مره شفتيها كنت في اللفه. ما شفتهاش يجي من 20 سنه، بس العين ما نسيتهاش، لسه فاكره شكلها كاني شايفاها من ساعه. وحتى لو الايام غيرت ملامحها القلب هيحس بيها. دمي يا شكر، هي بتعمل ايه في الحنه؟ بيقولوا انها حنانه وبيته من ليله امبارح في بيت العروسه اللي داير فيها الحنه. يبقى لازم نروح قبل ما الزفه تيجي. اروح استاذن ابويا وننزل على طول. ماشي، وانا هستناكي. امشي انت يا وداد. خلاص ماشي يا ست الليل. ماشي يا ترى حفظوك الفاتحه ولا لسه؟ عشان اقراها مع ابوك. احفظوها لي، ولو ما بعدتش عن وشي دلوقتي هقراها على روحك ان شاء الله. ليه كده بس؟ ده انا طالب الود. وود بتقول لك ابعد احسن لك يا شاطر. انا مش فاهمه انت عايز ايه. هو انا كل ما اروح حته الاقيك بتتنطط قدامي كده؟ طب قولي لي اسمك يا نسيم. انا عبد اللبان. لبان؟ اه. لا مش عايزين النهارده. هتروحي مني فين بس؟ يلا يا بت، سيبي اللي في ايدك وطلعي فوق. وبعدين هتعمل ايه يا عزمي؟ يعني ايه الفلوس اتسرقت؟ اوعى الواد اللي يكون فرج بيستغفلك. استغفلني؟ انا ما حدش عارف يستغفلني. اما في ايه؟ لا يا اخويا، يعرف ياما استغفل ابوك وقلب من وراه فلوس بنبوته. وانا مش ابويا ولا بعمل اللي ابويا بيعمله. طب ناوي على ايه؟ اتصرف زي ما كل مره بتصرف. وطي صوتك بس عشان شكله جه. وانا صراحه مش عايزه يعرف ان انا بقلب الخلق عشان نصيبه الواحده ما تبقاش نصيبتين. معلش، بكره لما تبقى الفتوه مفيش حد هيستجري. بكرة بقى يا أمه، أما يجي بكرة هيحصل. ما أنا هجيب الفلوس، هجيبها، يا إما بقت الجمالية كلها متنكدة. السلام عليكم. عليكم السلام.
عليكم السلام. ايه راح فين يا عزمي؟ هاي الشوابة قبل الزفة بالاذن. قول لها مرس عد السلام أمانة. يا أبو علي عمك جه سأل عليك. كان عايز ايه ده؟ احنا مش بعتنا له الشهريه بتاعته؟ انا مش عرفنا يا اخويا، بس شكله كده ناوي على شر. هو ما اتكلمش في اي حاجه، بس قال هيجي لك اخر النهار. ربنا يستر. ربك يستر، ربك كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ الساقه وصل، الشيخ الساقه وصل. يا اهلا وسهلا يا حاج بشر، نورت الدكان والله. منوره بيك يا حسن. سمعت انك جيت تاخد نقطة الواد حنوقه. معلش بقى، انت عارف مرزوق يخاف على القرش اكتر ما يخاف على عياله. امسك دول الواد حنوقه. جايب نفسك؟ طب كنت بعت الفلوس دي مع اي حد؟ طول عمرك صاحب واجب يا حاج، جزاك الله خير. ويجازيك انت كمان كل خير على قد اللي تعمله الحاره يا حسن يا مجدع. الا بالحق، الشيخ الحاره كان بيسالني لو في اي حد عايز يبيع دكانه. هو انت كنت ناوي تفتح دكان تاني ولا ايه؟ لا دي كانت حاجه وراحت لحالها خلاص. يلا اشوفك على خير يا حسن. وانت بألف خير. الف سلامه يا حاج. هي بنتك نوره ما بتجيش تسلم عليا ليه زي كل يوم؟ بنت نوره امسك. ايه مالك؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ اهلا 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 ست البنات. ازيك يا ابو؟ ازيك يا حبيبتي؟ كنت عايزه استاذنك اروح حنه عفاف. مين عفاف دي؟ عفاف اللي كانت بتشتغل هنا، انت نسيتها ولا ايه؟ عزمتني يعني ومش عايزه اكسر بخاطرها. لا مفيش نزول يابا، كفايه بقى عشان خاطري. انا من ساعه اللي جرى وانت حبسني في البيت اكني عامله عامله. بالله عليك خليني اروح، خنقت من القعده في البيت. وبعدين انا هروح مع شكر وهرجع على طول. يا اخويا هيجرى لها ايه؟ ما تسيبها تنزل. هلا يعني ما بتقوليش الكلام ده وانا نازله؟ ولا انا يعني لو جرى لي حاجه مش مهم؟ انت مالك انت؟ بتتدخلي ليه ما بيني وما بين بنتي؟ قومي يلا حضري لنا لقمه ناكلها. تشكر يابا، مش هتاخر. قلت ما فيش نزول. يا بنت انت جوزك لسه رمى عليك اليمين، ما بقالوش كام شهر. عشان لسه كل وشنا ولا ايه؟ يقول له ما صدقت ونزلت تحضر زفاف وافراح. يلا ادخلي على اوضتك، ما فيش نزول واسمع الكلام. يلا. لو مديت ايدك على بنتي تاني هتسرها لك. ايه ده، انت هتضربني ولا ايه؟ انا ابن المعلم سيد اللبان في دوله المذبح. طب قول لابوك بقى يربيك ويعلمك ان ما ينفعش راجل يمد ايده على واحد. انت ما بتفهمش ولا ايه؟ بقول لك ابن سيد اللبان، مش خايف على نفسك؟ انت جنيتك يا انت تضرب ابن المعلم؟ ياسر الشر، انا مش جاي اتخانق. اتخانق؟ ده انت هتتدفن هنا. لك دول يا استليل، جبتهم لك من لبسي عشان تعرف تخرجي. ماشي. طيب ولو حد سالني هقول لهم ايه يا استليل؟ ما تقول لهم اي حاجه يا نعمه، قول لهم دخلت الاوضه ما لقيتهاش. طب يلا يلا، انا مجهزه كل حاجه. بقول لك ايه، مش خايفه نخرج لوحدنا؟ انا بنت فتوت الجماليه شكر، يعني ما حدش يقدر يهوب لي. ويلا بقى، انا لازم اشوفهم النهارده. سلام يا نعمه.
يا رب استر يا رب والنبي. اسمعش نفس فيكم وإلا يمين بالله هلبسكوا ترع وقعدتوا في بيوتكوا زي النسوان. كلام الأرضحي خلاص خلص من هنا ورايح. كل كلمة بتبيعها زناتي. أوامرك يا معلم. ارمي العيال دي بره. يلا رجالة شلوهم ارموهم بره. ايه اللي انت عملته ده يا حاج سيد؟ ده مرزوق. دول شوية عيال بس شنابهم خط في وشهم افتكروا نفسهم عشقية وجايين يعلوا صوت. بس كنت بعلمهم يعني ايه مرجلة. يعني قالهم هم يطولوا ان المعلم سيد يعلمهم او يعلم عليهم. تمام. انت ايه اللي جابك يا مرزوق؟ انت جاي تاخد لحمة؟ انا لقيت اللي ببالك. اللي ببالي؟ فين؟ في بيت بشر شيخ السياح. الست ليل راحت حنة بين الصورين. حلو لحد كده انت تمام التمام. اتكل على الله وسيب الباقي عليا انا. شيء 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 علم عزمي. اهلا وسهلا بقوتنا العطر. ده النور هل علينا بوجودك يا معلم. اخبار الجماليه ايه؟ تحمد ربنا ليل ونهار يا معلم على وجودك فيها وحمايتك لينا. اقول لك ايه يا معلم؟ مش انا عرفت قرار البيت جميله فين؟ جميله فين؟ تشتغل علمة في شارع عماد الدين. علمة؟ الله وريا. اخلص يا عيال. اخلص ده. خلاص طيب خلاص. ايه يا معلمين في ايه؟ في ايه؟ مالكش دعوة يا حسن. احنا بنضحك مع العيال. لا والله يا حسن ما ضحكت معاهم خالص. دول عايزين ياخدوا مني كل الفلوس اللي عملتها النهاردة مع ان دفع القتاوة. لا كفاية كده يا معلم واتكلوا على الله. النهاردة فرح حنوقة مش عايزين حد يزعل. ومين ده اللي استجرى يزعل المشاهدين؟ ولا تكونش مفكر نفسك الفتوة؟ في شارع الفتوات يا فرج النبوت بيحامل المظلوم والغلبان، لكن في شرعكم انتوا بيحامل الظالم والمفتري. انا مش الفتوة، لكن في شرع احمد الجبالي ابويا الله يرحمه النبوت والقوة خدامين الحق، واحنا اللي يجي علينا ولا على حقنا نوقفه عند حده. طيب يا اللي بره. طيب انا جاي معلم عواد. خير يا معلم عواد؟ في ايه؟ لتاوة. لتاوة كده في انتصاص الليالي. ايوه يا اخويا في انتصاص الليالي وفي اي وقت. لا حول ولا قوه الا بالله. هو جرى ايه في الدنيا يا ناس؟ لو مش عاجبك تعالى معايا عند المعلم عزمي وقول له انك مش عايز تدفع. لا هدفع. جدع
فينا يا رجاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بيت يا سعدية. حاضر. انت يا بيت. ما انا جاية اهو. روحي صحي سيدك حسن هيتأخر على فتح الدكان. سيدي حسن هو والست نورة خرجوا من الفجرية. خرجوا راحوا فين؟ يا رب تجيب العواقف سليمة يا رب. بس انت هتلاقي على اخوانك يا بنت. ما هو اللي جاي يخطفك ده ولا يترازل عليكي هياخدك على اخوانك وهيكسر دماغك كمان. عمري ما هعرف احطب زيك يابا. انا مش عايزك تبقي زيي، انا عايزك تبقي احسن مني. هي امي الله يرحمها كانت بتعرف تحطب بالنبوت؟ امك؟ امك كانت بتعرف تطبخ وبس، دي ما كانتش بتعتب بره باب البيت. بس انا عايزك تتعلمي تدافع عن نفسك يا نورة. طب لعلمك بقى انا ما فيش حد يجرؤ يهوبلي، ده انا بنت حسن الجبالي. وبعدين انا الست وداد البلانه قالت لي ان البنات الحلوين اللي زيي يعني لما بيكبروا كده بيتزوقوا ويتزينوا وبس، مش بيضربوا بعض بالنبابيت يا ابو علي. وداد قالت كده؟ اه. حلو قوي، خليكي قاعده بقى في البيت وما تخرجيش. لا 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 خلاص خلاص. طب ايه اقول لك بقى؟ ان انا هتمرن لحد ما افتوت الجماليه كلها. هو في فتوة حلو زي القمر كده؟ يلا يلا عشان ما تاخرش على الكتاب. ما بلاش الكتاب ده يابا، دول كلهم بيبقوا عيال وانا الوحيده اللي كبيره اللي فيهم. بلاش الكتاب يا بنت، ده انا ما صدقت الشيخ عبد القادر يوافق ياخدك وانت كبيره كده. يلا يلا مش عايزين نتاخر على الشيخ. يلا هات القله دي. بعدين العالم حلوه يا بنت نوره، الفرق بين البني ادم والبقره ايه؟ ما يلا بقى اتفرجينا على الفستان. بقولك ايه، الفستان ده كان متفصل لاميره، بس انا قلت لهم يعني هي الست ليل اقل من الاميره؟ ده انت حتى ست الجماليه كلها على سن ورمح. يا وليه، هو كل فستان هتجيبيه هتقولي كان متفصل لاميره؟ الفستان عليك زي العسل، فرجيني كده ما شاء الله هينطق عليكي. بقولك ايه يا وداد،
هي اسمها ايه الاميره دي؟ اسمها ايه الاميره؟ اسمها ايه الاميره فاطمه يا وليه كدابه. بقى في اميره اسمها فاطمه؟ بقول لك ايه، زي القمر في الفستان، بسم الله ما شاء الله، رقتك من عيني الاول ومن عين اي حد يبص لك وما يقولش ما شاء الله. خلاص هاخده، مع انك عارفه اني اعمل احلى منه بس مش هكسفك. بس بقى عايزاكي تعدي على بيوت الجماليه كلهم تقول لهم الفستان ده كان متفصل لاميره بس طلع على ليل احلى فخدته وخلاص. ما هي دي الحقيقه، كان متفصل لاميره. وبعدين ده انت ست القمرة، ده انت اجمل بنوته في الحته كلها في الجماليه. كفايه ذوقك وكرمك. بقولك ايه، يلا بقى عشان اشوف لك الودع واقولك على المستخبي. انت يا ولية ما بتزهقيش من الوضع ده؟ لا، بقولك ايه، انا حلمت المره دي ان انا بشوف لك الودع وبيتحقق. لا والنبي. بس انت ان وبنيه صافيه وقلب سليم والسكه كلها هتتفتح قدامك. ماشي يا اختي، خلينا انا ماشي وراكي ورا الودع. يفتح عليك ضفتين، العرض عرضين. قولي امين. امين يا رب. وشوشي.